عبد الله صالح حتى آخر ساعة، حتى آخر لحظة يبقى هو الحدث، الحدث الأبرز الذي يطغى على كل حدث حتى وهو يغادر قصر الرئاسة. كان الحدث، فإصراره على إقامة حفل تنصيب وتسليم للسلطة منه إلى نائبه الرئيس الجديد لليمن عبد ربه منصور هادي، جعل منه حديث وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كما كان وربما كما سيظل لشهور أخرى مقبلة. حتى آخر لحظة لا يزال علي عبد الله صالح مصرا على أن يكون البطل الأوحد في كل المواقف ومحط الأنظار وموضوع الحوار، وإن جاء بغير المألوف من الأمور. حفل التنصيب الذي أصر على إقامته لخلفه عبد ربه منصور هادي كان أحدث ما جادت به جعبة صالح، حفل رسمي قطعته المعارضة ممثلة بقيادات أحزابها ووزراء حكومة الوفاق الوطني باعتباره إجراء غير دستوري، وتخللته مراسم تسليم السلطة على طريقة صالح إلى نائبه سابقا والرئيس الجديد للبلاد عبد ربه منصور هادي. صالح فاجأ الحضور بتسليم هادي علم اليمن الذي وصفه بعلم الثورة والحرية، خطوة قد تؤسس لعرف جديد في البلاد إذا ما كانت الديمقراطية هي بالفعل الأساس الذي ستقوم عليه قواعد اليمن الجديد، إلا أنه سيكون عرفا أرساه صالح. هذه الخطوة جاءت بعد شهور طويلة من الأخذ والرد لم يكن يشغل اليمنيين والمهتمين بالشأن اليمني خلالها سوى علي عبد الله صالح وحصانته، ولم يكن من حديث سوى سيوقع صالح أم لن يوقع، سيرحل أم لن يرحل، سيتنازل لا لن يتنازل، سيعود لليمن أم سيبقى للعلاج في السعودية. أشهر طويلة من الحيرة والسيناريوهات المتضاربة والمختلفة بطلها دائما كان علي عبد الله صالح، غير آبه بردود الفعل الإقليمية والدولية التي اضطر بسببها عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن يتردد على صنعاء ويغادرها غاضبا أكثر من 8 مرات. وأخيرا ويعلم الله وحده إن كانت آخرا، مد صالح يده بعلم الجمهورية ليسلمه إلى هادي، واضعا اليمن كما قال في أيد أمينة، ليبدأ بذلك فصل جديد في حياة اليمنيين. بالرغم من أن البعض قد يتساءل هل سيتوارى صالح بالفعل عن الأنظار وعن الساحة السياسية، أم أنه سيظل بطل مشهد أو اثنين على الأقل، أو ربما سيطل على اليمنيين بعد 2 مرشحا للرئاسة خلفا لخلفه عبد ربه منصور هادي. علي عز